بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا، ان شاء الله يا رب تعجبكم الحلقه النهارده. يا جماعه كلها افكار كده سهله جدا علشان يعني نوفر في الاكل كده، والدنيا ما تبصش مننا ونلاقي نفسنا مش عارفين نكمل الشهر. احنا كده كده اخر الشهر وعلى الله حكايتنا كلنا. فانا هقول لكم على حاجه ظريفه انا بعملها دايما في المواقف دي. بكيلو لحمة مفرومة بنعمل 3 أصناف من الأكل تكفي أسرة 5-6 أفراد. شفتوا بقى؟ حاجة سهلة جدا. القصة كلها في كيلو اللحمة المفرومة. أنا بعمل كده في البيت، فأنا قلت أنا هعمل الحلقة دي زي ما بعمل في البيت بالظبط. كيلو اللحمة المفرومة هنعصجه وهندخله بقى في صينية بطاطس، هندخله في طاجن بسلة خطير، وكمان طاجن بامية. كلها وصفات حلوة، خضار علشان الناس كده ايه تاكل خضار، يا وكلها حاجات على فكرة يعني البسلة بالجزر او البامية مجمدة، فبرضو ما بتبقاش يعني غالية، وبرضو بتبقى في الانجاز بتخلصي بيها على طول. هقول لكم ازاي ندخل اللحم المفرومة فيه ويتبقى منها كمان. احنا بس نروح فاصل بسرعة ونرجع نعمل مع بعض الثلاث وصفات دول، فخليكم معنا بعد الفاصل. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، الحلقه النهارده ايه؟ حلقه يعني ندخل فيها اللحمه فناكل لحمه وفي نفس الوقت في كذا صنف من كيلو لحمه مفرومه. بس اسهل حاجه في الدنيا لو انت حتى بتشتغلي ومستعجله وراجعه من البيت بسرعه عايزه تعملي اكل سريع وبرده يبقى فيه لحمه وفيه خضار، فالوصفات دي هتعجبك جدا. او لو انت برده في اخر الشهر والميزانيه مش ظابطه بقى وكده وكلنا على الله حكايتنا، فايه نظبطها شويه بايه كميه بسيطه من اللحمه المفرومه مع اصناف الخضار اللي احنا هنعملها النهارده. هنبتدي اول حاجه ان احنا نعصج اللحمه المفرومه ونعمل بيها صينيه بطاطس حلوه جدا. شوف هناخد من الكيلو قد ايه علشان نحطه مع صينيه البطاطس. ايه بقى الحوار ده؟ محتاجين كيلو من اللحمه المفرومه، تمام؟ كيلو اللحمه المفرومه يعني هتلاقي طبعا اسعاره متفاوته من مكان للتاني، بس في اماكن واماكن مدعمه بتبيع اللحمه المفرومه باسعار حلوه وكلها حلوه جدا، تمام؟ فانا معايا كيلو من اللحمه المفرومه. هنحتاج لها بصلايه كبيره متقطعه صغير، معنا كمان معلقه من معجون صلصه الطماطم، رشه من جوز الطيب، وملح وفلفل بس ولا اي حاجه تانية. وهنعصج اللحمه المفرومه هيبقى طعمها تحفه، يعني هي لوحدها كده بتتاكل سندوتشات بعد ما الواحد يعمل فيها الحاجات دي من غير اي اضافات تانية، تمام؟ ونبتدي بقى باول حاجه هنستخدم بيها اللحمه المفرومه، صينيه البطاطس. انا بعملها برضو كلها كده ني وسهله جدا وبيبقى طعمها تحفه. انا معايا بطاطس متقطعه حلقات ما تكونش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، معانا كمان شرايح من البصل، شرايح من الفلفل الرومي، شرايح من الطماطم، معانا كمان فصين من الثوم المفروم، هنحتاج برضو طماطم مضروبه في الخلاط او معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، واوقات كمان في ناس تحب تاكلها بيضه كده من غير صلصه، تمام؟ فبرضو براحتكم يعملوها ويحطوا لها الميه وما بنحتاج لهاش صلصه خالص، فزي ما انتوا عايزين. احنا ممكن نحط طماطم مضروبه في الخلاط وصلصه، او ممكن نحط ايه صلصه بس، او ما نحطش خالص وبس. شوفوا بقى سهله جدا، فيهاش ابدا اي حاجه. هنيجي هنا كده على النار، هنحط معلقه زيت كبيره كده، ومعانا بقى ايه اللحمه المفرومه والبصل. عايز انزل بالبصل اول حاجه على الزيت، بصلايه كبيره حلوه كده. اشم ريحتها كده واحس انها دبلت شويه، احط لها كده رشه ملح علشان نساعدها انها ايه تدبل حبه كده وتبقى حلوه قبل ما نحط لها اللحمه المفرومه. كده اول ما البصله تدبل ننزل على طول بكيلو اللحمه المفرومه. كيلو لحمه مفرومه ونعصجه.
هنحط له بقى ملح وفلفل، ملح فلفل ورشة من جوزة الطيب اختياري طبعا، بس هي بتبقى حلوة جدا جدا مع اللحمة المفرومة المعصجة. تدخل كده في التسوية ونقوم حاطين لها اخر حاجة معلقة من معجون صلصة الطماطم بس. سيبها كده ايه تتعصج وتبقى ظريفة. في هذه الاثناء تعالوا ايه نحضر ونرص صينية البطاطس تكون الايه اللحمة المفرومة اتعصجت معانا. انا معايا طاجن بايركس او اي صينية عندك، او اللي هو الطاجن الفخار، اي حاجة براحتك خالص. مش هنحط ولا زيت ولا حاجة في الطاجن. اول حاجة استنوا ما نفرد دي كده عشان تشوفوها كده. ايوة. واول حاجة هعملها هنحط ايه البطاطس. ينفع على فكرة تعملوها في صينية برضو على البوتاجاز على طول، مش لازم تكون هتدخل الفرن، مفيش مشكلة يعني. نحط كده ايه البطاطس. كده حلقات البطاطس. اعملي الكمية اللي انت عايزاها. انا هنا ايه عاملة طاجن صغير وكمية بطاطس صغيرة، بس نفس كم يعني كمية اللحمة هنحط بعد ما تستوي هما معلقتين كبار وشكرا. وهيبقى كل اللي بياكل صينية البطاطس خد معاها لحمة مفرومة، واللحمة المفرومة نفسها هتنزل طعم حلو جدا مع صينية البطاطس. فاهمين قصدي؟ فانت لو عملتي صينية تكفي 5 افراد او 6 افراد هتبقى تحفة، ونرمي فيها ايه اللحمة المفرومة. انا بعد ما حطيت البطاطس بالشكل ده هرش عليها كده برضو رشة ملح. اللحمة هي ابتدت تدخل في التسوية. حطلها بقى ايه معجون صلصة الطماطم، معلقة كبيرة كده حلوة، وايه ونكمل كده تقليب. بس كده. انا دايما بقى ايه اعصج اللحمة المفرومة واحطها في علبه او في كيس في الفريزر. اول ما ابقى راجعه من بره بقى ومفيش وقت ومزنوقه في المحور الاكل ده وما عنديش اكل وعايز انجز، اقوم على طول عامله صينيه بطاطس ومطلعه كيس اللحمه المفرومه اللي في الفريزر ده، اقعد كده افكفك فيه كده واخد ايه بتاع كبشه كده صغنونه منه. تمام. ممكن اوقات احطها في المايكرويف 30 ثانيه بس تفك كده بس معايا، واقوم رمياها على وش الخضار، صينيه البطاطس مثلا او طاجن البسله او طاجن الباميه على النار، باك 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 يكون الرز استوى بسرعه وخلصت الغداء. محدش يقدر يقول لي حاجه. فاهمين قصدي؟ فبصراحه بتبقى مسعفه كمان جدا لما بتبقي لسه جايه من بره او مكسله تعملي اكل، او عندك حتى بواقي اكل كده وعايزه تدعميها بطبق، ما تبقيش واقفه كتير في المطبخ. بصراحه الواحد ما بيبقاش قادر. بصوا انا مش بتقولوا لي يا شيف وبتاع، بس انا ما بقدرش اقف في المطبخ كتير برضو، بزهق وبتضايق، ببقى عايزه اعمل حاجات سهله وطعمها حلو.
الا بقى لو ليا مزاج بقى ايه يعني نايمه بقى ورايقه وفايقه وكده، ممكن اقعد بقى بالساعات بقى اقعد اخترع في المطبخ والف حاجات واشوف الدنيا ايه هتطلع معايا عامله ازاي. بس بصوا اللحمه اهي دخلت خلاص اهي التسويه. انا زي ما قلت لكم معانا طماطم مضروبه في الخلاط، لو تحبوا تستخدموها او تعملوها بيضه. في ناس بتاكل صينيه البطاطس بيضه، ناس اعرفهم كويس قوي بس مش انا. انا بحبها بالصلصه كده مثلا. بس وناخد بقى من اللحمه الحلوه اللي اتعصجت دي. بصوا انا خدت كده ايه معلقه اهو، تمام، هقرب بس ده كده عشان ما وقعش، ونحط كده ايه على وش صينيه البطاطس، وادي معلقه كمان بس كده وشكرا. ممكن حته كمان، يلا ماشي اهو، بس يا جماعه وشكرا. اخدنا معلقتين بس من اللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها، كيلو اللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها. معانا كمان شويه ميه نحطهم هنا كده عشان البطاطس تستوي. فرن سخن درجة حرارة 200، صينية البطاطس تتحط في النص، هتاخد لها تقريبا 35 دقيقة عشان بس البطاطس تستوي، وبتبقى يا جماعة خطيرة. كل واحد هياخد من صينية البطاطس بدل بيبقى معاها فراخ او تبقى قرديحي خالص او حاجة، لا وخدنا ايه معلقتين بس من اللحمة المفرومة المتعصجة، ولسه بقينا في الكيلو اهو، بصوا لسه كمية اهو. هنحط كمان البامية وهنحط البسلة والجزر، ومش بعيد يتبقى حبة كمان كده في مرة في العشاء مثلا مع كام بيضة كده. انا بحب برضو اللحمة المفرومة بالبيض قوي. فدي كده هتدخل الفرن تاخد وش وتستوي وبتاع، زي ما قلنا 35 دقيقة في الرف اللي في النص. واحنا عاملين واحدة هنا خطيرة وفيها برضو اللحمة المفرومة، بتبقى طعمها يجنن يا جماعة. عايزة بس شوية رز وبالهنا والشفا. فاصل بقى بسرعة جدا، ونرجع بعد الفاصل نستخدم برضو اللحمة المفرومة اللي احنا عصجناها دي، ونعمل أحلى أحلى طاجن بسلة بالجزر، ظريف ظريف ومكوناته كلها سهلة. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل بقى دلوقتي احلى احلى طاجن بسله بالجزر، سهل جدا جدا وظريف قوي، ان شاء الله يا رب يعجبكم. وهنستخدم فيه برضو معلقتين كبار من اللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها في اول الحلقه، علشان نعمل ايه اصناف كده اقتصاديه شويه، ما نبقاش فيها يعني فراخ كتير بقى ولحمه وبتاع، لا احنا ايه بكيلو اللحمه المفرومه نقدر نعمل اكتر من صنف يكفي اكتر من 5 افراد، ممكن يوصل ل6 افراد حسب ما انت عايزه تعملي اكتر كمان، ممكن تزودي شويه من اللحمه المفرومه. والله يا جماعه جميل جميل، وطعم اللحمه باين في الاكل وحلو جدا. فنخش بقى في طاجن البسله. ايه بقى القصة؟ انا معايا تقريبا كيس من البسلة المجمدة، البسلة بالجزر المجمد، انواع كتير حلوة قوي في السوق وظريف على طول عايزة تستخدميه، تمام. عايزة تجيبي بقى فريش بقى وتقطعي جزر وتعملي البسلة، مفيش مشكلة خالص، هتبقى بنفس الطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي. معايا بقى كمان طماطم تقريبا كوبايتين كبار على نص كيلو، ده هيحتاج كوبايتين كبار من الطماطم المضروبة في الخلاط. معانا بصلاية مفرومة او متقطعة صغير، في ناس بتحب تحط توم في البسلة والجزر، انا مش بحط توم. لو عايزين تحط توم هنحط يدوب فص واحد بس من التوم المفروم، لكن انا مش بحط توم. معايا فلفل رومي اخضر، فلفلاية واحدة بس رومي اخضر متقطعة مكعبات صغيرة، ملح وفلفل ومعلقة كبيرة من الزيت وبس خلاص، ولا اسهل من كده، وبتطلع جميله جدا، بيطلع طاجن حلو قوي قوي، ان شاء الله يعجبكم. نحط زيت، معلقه زيت حلوه كده، وننزل بالبصل، والفلفل الرومي الاخضر، البصل والفلفل ريحتهم ايه، لو عايزه تحطي كمان كده حته صغيره نص قرن فلفل حامي معاهم يا سلام، هيبقى برده تحفه.
ونرش رشه ملح وفلفل. نقلب كده. عايزه بس كده ايه البصل يدبل شويه هو والفلفل الاخضر، واحس كده ايه بريحتهم قوي. اول ما يحصل كده خلاص تمام. هناخد برده معلقتين من اللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها اهو، معلقه وكمان معلقه كبار كده من كيلو اللحمه المفرومه، هناخد كمان وربع اهو ماشي. ونقلبها كده معاهم. الله على الريحة، الله خطيرة. ومعانا بقى ايه البسلة والجزر، عايزينها برضو كده ايه تاخد تشويحة مع الكلام الحلو ده. نقلب كده. الريحة خطيرة. ملح، فلفل اسود، مش اكتر من كده. مبحبش اكتر التوابل في الخضار بصراحة، ما بيبقاش ظريف. تقدروا تضيفوا بس كمان معاها مكعب مرق لو تحبوا. ومعانا بقى الطماطم الحلوة اهو، عصير طماطم عليها معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم. وهنحط كمان شوية مية، ويا اما تستوي على النار كده لمدة تقريبا ربع ساعة على نار عالية كده بتغلي، او تنقليها في طاجن. تعالوا احنا بقى ننقلها في طاجن عشان يبقى شكلها برضو كده خطير في طاجن يعني. اه لا الطاجن جنبي اهو، تعالي يا ستي. بس كده شيل الحلة دي. تدوقيه وتطمني ان ايه الحدوقيه بتاعته مظبوطه وانه تمام التمام. الطاجن الظريف الحلو ده يدخل فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص، هياخد له تقريبا 10 دقائق وتفتحي له الشوايه بس. يبقى عندك بقى طاجن البسله بالجزر واللحمه المفرومه، حلو جدا جدا تحفه، ويكفي 5 افراد او 6 افراد. النص كيلو ده يكفي من 5 ل6 افراد اكل يعني، منهم مثلا على الاقل من الستة دول على الاقل 3 عيال صغيرين ماشي. فبيطلع خطير مع شوية رز ابيض او رز بالشعرية وطبق سلطة، وبالهنا والشفاء. احنا عاملين طاجن هناك اهو حلو جدا، البسلة بالجزر باللحمة المفرومة، فيش اسهل من كده. تقدري برضو طبعا تضاعفي الكمية، تعملي كيلو بنفس كمية اللحمة المفرومة اللي احنا حطيناها، المعلقتين الكبار الحلوين دول. فاصل بقى بسرعة جدا ونرجع نعمل البامية بقى. بامية سهلة جدا، وبرضه هنستخدم معاها اللحمة المفرومة اللي احنا عصجناها في أول الحلقة، فخليكم معانا بعد الفاصل. أنا جيت. هنعمل دلوقتي برضو اخر وصفه معانا، هنعمل طاجن باميه سهل جدا جدا وتحفه برضو في الانجاز، وهنستخدم فيه معلقتين بس من اللحمه المفرومه المعصجه اللي احنا عملناها في اول الحلقه علشان نعمل افكار اقتصاديه بكيلو لحمه مفرومه. تمام، ايه بقى المقادير؟ بصوا معايا كيس من الباميه المجمد تقريبا 400 جرام او 500 جرام يعني نص كيلو. عايزه تزودي مفيش مشكله، هو النص كيلو ده بيكفي تقريبا من 4 ل5 افراد منهم 2 صغيرين. تمام ماشي. فانا معايا الطبق اللي قدامي فيه نص كيلو من الباميه المجمده. تمام، معايا بقى ايه
بصلايه كبيره متقطعه صغير، فصين من الثوم المفروم، معانا تقريبا كوبايتين كبار من عصير الطماطم المضروبه في الخلاط، هنحتاج معلقه سمنه على معلقه زيت، ملح وفلفل ورشه جوز الطيب وبس، وطبعا اللحمه المفرومه اللي احنا معصجينها مع بعض وبس، ولا اي حاجه تانيه. دي الباميه بتاعتي، ما بحطش فيها افتكاسات بقى وكمون وكزبره ومش عارفه، لا خالص، احلى حاجه وابسط حاجه وبتطلع تجنن تجنن، مش قادره اقول لكم، اللي ما جربهاش يجربها. انا الحل هنا اهو، عايزين نحط فيها بقى سمنه وزيت، دي اول حاجه، معلقه سمنه كده مش كبيره اهو، معلقه زيت، وهننزل ايه بالبصل، عايزه البصل كده ايه يتشوح، هو متقطع مكعبات كبيره شويه، يعني مش صغيره قوي، بس براحتكم تقدروا تقطعوه مكعبات اصغر من كده. حط عليه رشه ملح عشان بس يدبل معايا اسرع، تقدروا طبعا تضيفوا مكعب مرق مع ايه الباميه، بقى حلوه برده قوي. ده اخري يعني، هو الملح والفلفل ومكعب مرق، ما بحطش توابل خالص. ننزل بقى ايه بالثوم، تقريبا فصين كده من الثوم، عايزاهم برده كده ايه ريحتهم كده تظهر، وننزل بالباميه، باميه مجمده، او طبعا تقدري تجيبي باميه فريش طبعا وتقمعيها وكل حاجه كده. عايزاهم بس كده ايه يتشوحوا شويه قبل ما احط لهم بقى ايه اللحمه المفرومه كده، عايزه الباميه تتشوح معاهم. ويبقى الباميه كده شكلها باين انها ايه، انها متشوحه كده، فاهمين قصدي؟ انت بتحسي بيها وانت بتقلبي. والله يا جماعه اهو يعني افكار بسيطه الواحد ممكن يمشي الدنيا، وانا عارفه ان احنا اكيد اكيد معظمكم عارفين اللي انا بعمله ده، وبنطبقه عن ظهر قلب كده لوحدنا من غير ما حد يقول لنا حاجه. الواحد بيدبق من هنا ومن هنا ويشوف ممكن يعمل ايه ويضيف ايه، والدنيا بتمشي يعني. فانتوا حاولوا على قد ما تقدروا، وبلاش نعمل كميات اكل كبيره يا جماعه، ده برضو بيودينا في داهيه، بنلاقي نفسنا عملنا كميه اكل كبيره والعيال مش راضيين ياكلوها بعد كده، واحنا مش عارفين نخلص منها ازاي. يا اما انت بقى الام الغلبانه اللي بتقعدي تاكليها، يا اما بتدوري على حد تديها له، يا اما بتستنيها لما تبوظ عشان ضميرك تستريح وترميها. فحاولوا برده تبقى كميات الاكل مناسبه يعني تخلص على طول، عشان ما نقعدش بقى نجري بيها يا اولاد يا اولاد كله، نقعد نجري ببواقي الاكل وحاجه يعني تهديق جامد. هناخد بقى اللحمه المفرومه برده زي ما عملنا في البطاطس وفي البسله، معلقتين كبار، ادي معلقه اهي، وادي معلقه كمان اهو، وحته صغيره بس كده. الريحه خطيره، عايزه ارش رشه فلفل اسود ورشه خفيفه كده من جوز الطيب، بس كده. ومعانا الطماطم المضروبه في الخلاط هنحطها، ممكن تحطي عليها كمان ايه معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، نحط لها كمان ميه سخنه، ويا اما تستوي على النار كده في الحله
او ندخلها الفرن، وانا بقى عايزه ادخلها الفرن برضو. فهنجيب طاجن كده حلو وناخد الباميه بس كده، اهو طاجن الباميه باللحمه المفرومه. بصوا خطير. هنحط له شويه ميه سخنه تقدري طبعا تدوقيه كده وتطمني ان الملح مظبوط، ان كل حاجه في الطاجن مية مية. وعلى الفرن، فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لمدة 10 دقايق. البامية أصلا مجمدة وأخدت لها كام غلوة دلوقتي مع بعض على النار، فمش هتاخد وقت كتير ولا حاجة. ونفتح عليها بس كده إيه الشواية، تاخد لها لون حلو وبتبقى خلاص خلصت. أحلى طاجن بامية، سهل جدا وظريف. عايز برضو طبق رز حلو كده أو بالعيش برضو بيبقى حلو جدا. واستخدمنا فيه اللحمة المفرومة. وبصوا بقى الكيلو اللحمة المفرومة اللي احنا استخدمناه مع بعض اتبقى معانا منه قد ايه. بصوا يعني ده كده ينفع في أكلتين كمان، لو قسمناه كده ينفع في أكلتين كمان من الخضار مرة برضو تاني. مثلا ممكن كوسة لو عايزة تعمليه برضو، نحط منه خضار برضو مع الكوسة. حبة بقى تشيليهم في الفريزر مثلا في عشاء بالليل، العيال عايزين يتعشوا متمردين على كل الأكل، تقومي كده مطقشة كام بيضة معاها برضو معلقة من اللحمة المفرومة، وهيبقوا الولاد أكلوا لحمة واستفادوا بيها ودخلت في الخضار وظبطنا الدنيا واتغدينا وانبسطنا وكلنا أكل حلو. والله يا جماعة صدقوني يعني لو عملنا كده الدنيا هتظبط معانا، خصوصا الناس اللي فعلا ما بيبقاش عندها افكار ممكن تعمل ايه، يعني انا ممكن اعمل ايه. فدي كده ان شاء الله يا رب تكون الحلقه عجبتكم والافكار اللي فيها تبقى يعني ظريفه كده، وان شاء الله تعملوها وتقولوا لي ايه رايكم واتبقى معاكم قد ايه من الكيلو وممكن نستخدمه في ايه تاني ان شاء الله. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض صينيه البطاطس، واستخدمنا فيها معلقتين كبار كده من اللحمه المفرومه المتعصجه، عصجنا لحمه مفرومه وحطيناها معاها معلقتين بس. وتاني وصفة عملنا البسلة، طاجن البسلة بالجزر، وبرضو استخدمنا فيه معلقتين كبار بس من اللحمة المفرومة المعصجة. وآخر حاجة طاجن البامية الخطير الحلو ده، برضو استخدمنا فيه معلقتين كبار من اللحمة المفرومة المعصجة بمكونات كلها بسيطة. بص كل الحاجات دي تكفي ناس قد إيه بأقل من كيلو من اللحمة المفرومة، مع رز وطبق سلطة وبالهنا والشفاء. بشكركم جدا جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، يا رب تكون الحلقات بتعجبكم. تابعوني يوميا الساعه 1 على قناه النهار، ويوم السبت والحد والاثنين بنكون مع بعض على الهوا. باي باي.